الأخبار الوطنية أن هذه العناصر تعرف جيدا الشهيد ومنها من درس معه في مدرسة واحدة. نتابع. ما شفتوا تشوفوا في الصور هذوما معناها التلافة القتلة الإرهابيين اللي قاموا باغتيال وغدر الشهيد محمد علي الشرعبي أثناء عودته من العمل نتاعو. كما تشوفوا فما المحجوز هذوما اللي تشوفوا فيهم اللي هما الساطور زوز معناها ساطور وسكين. البداية نتاع العملية كيفاش تمت بالضبط حسب الاعترافات وحسب عملية التشخيص وبعد ما قمنا زاد بالتحاليل نتاع الأديان معناها كل شيء أصبح معناها علمي واعترافات ثابتة على الثلاثة عناصر هذو. قام في البداية حسام بن زيد معناها ومحمد أمين بن زيد ومحمد بن زيد هما ثلاثة عناصر هذو اللي قاموا بالعملية. حسام بن زيد هو اللي قام بعملية معناها ذبح الشهيد محمد علي الشرعبي ومحمد امين بن زيد قام بالاعتداء عليه في الاول ضربه بساطور على راسه وقت اللي طاح معناها بعد قاموا الثلاث عناصر هذم بالعمله الشنيعه نتاعهم. ثم فيما بعد قاموا باخفاء كان عنده سكادو الشهيد قاموا باخفائها في منطقه وعره تمكنت وحدات الحرس فرقه الابحاث والتفتيش من حجز معناها الساك من حجز كذلك الهاتف الجوال نتاع الشهيد من حجز معناها الساطور والساطور معناها اثنين ساطور وسكين هذوما وقع حجزهم في منطقة وعرة كذلك قاموا بإخفائهم في أماكن مختلفة. دلوا المحققين على الأماكن نتاع التواجد نتاعهم وخرجناهم. قعد معناها السكين قمنا بعملية تمشيط كانت صعيبة برشا والحمد لله لقينا أداة الجريمة بعد ما لوحها كذلك في منطقة وعرة. فما اثنين من العناصر الإرهابية درسوا مع الشهيد فرد مدرسة معناها يعرفوه عن قرب هما تقريبا جيران وينتميوا لنفس المنطقة اللي هي الغريفات. حاجة اللي نحبوا نأكدوا عليها وقلتها البارح ونعاود نأكدها اليوم معناها كان الرد قاسي في أقل من 17 ساعة شدينا الأطراف الثلاثة اللي نفذوا العملية. احنا ثقتنا في القضاء كبيرة ياسر سيتم حالتهم على القضاء إن شاء الله ينالوا الجزاء نتاعهم وأقصى إن شاء الله يكون أقصى عقاب تنجم تحكم المحكمة يقع حكمه على الإرهابيين والمجرمين هذم اللي قاموا بالعملية. احنا وراهم مواصلين العمل.